كان ويب وسط العيون كان ويب وسط العيون فارقونا فارقونا من سفرهم هم يجون لو نسونا لو نسونا. اي بس استمع له ذكاء الجانوي وسط العيون خوي حسين خوي حسين الجانوي وسط العيون فارقونا فارقونا من سفرهم هم يجون لو نسونا لو نسونا يا دمعي صب عليه يا دمعي صب عليه يا دمعي صب عليه يا دمعي صب عليهم قاسميتهم فرحتي بعادة المصور زهير العطواني وعلي العطواني الشاركون ببسمتي يبعدي لهم لم شميلهم عطر ديهم روح مشتاقة وتحين تارسي عيوني الحزين روح مشتاقة وتحين تارسي عيوني الحزين بيد الشمعة بقلب دمعة أتواسى بيهم أنا الملاقي مثلهم أي والله أي والله أي والله الما ألقى مثلهم وين ما أمشي ضيعتهم ضيعتهم هسه كله بصوت واحد الجانوي بوسط العيون فارقونا والله مو صوت هذا مو صوت هذا يليق بالشهداء الجانوي بوسط العيون فارقونا فارقونا بعد خلنا نسمعها الجانوي بوسط العيون ودعوا أصدقاء ودعوا فارقونا فارقونا من سفرهم هم يجون لو نسونا من سفرهم لو يجون من سفرهم لو يجون لو نسونا لو نسونا من سفرهم ما يجون من سفرهم ما يجون لو نسونا
نسونا يا دمعي صب عليهم يا دمعي صب عليهم يا دمعي صب عليهم دول ايدك فدول ايدك افرح حقيقه من نشوف هاي الايد افرحي والله لربما اخ لم تلده لك امك حقيقه الكل اصدقاء يا ناس يا عالم هاي مو اخوته هاي اصدقاء خلي العالم يشوف فدول هاي الايادي وكنا نلوح بهاي الايادي ايادي الاشتياق لحسين مشتاقين له نقول له اخوي ابو علي صاحبنا مشتاقين له والله الشناوي بوسط العيون فارقونا جانا وسطي من سفرهم ما يجون لو نسونا لا تنزل ايدك عليك الحسين من سفرهم ما يجون لو نسونا كنا بصوت واحد يا دمعي صب عليهم يا دمعي صب عليهم اي والله يستاهلون البكي صب عليهم الجانوا بوسط العيون فارقونا من سفرهم ما يجون لو نسونا هنا الضربة هنا البكية يا دمعي هاي مو قوية مو صوت بس الصوت منا اسمع يا ناس اخوت ربعة يا دمعي صب عليهم يا دمعي صب عليهم يا دمعي صب عليهم بسك يا دهر ما ظلوا اعزاز اخذت الجان بيهم شدة احزايا أصد لديارهم بالهم جدرايات وعلي بكل وقت تترد الأيام على أخواني بجيت وهلت العين وكسرني الوكيت بيهم كسرتي جام الجان وهميس بين عيوني زوم بعدسة المصور زهير العطواني شفنهم زماني بيض الخيام عاين عاين للصور واتذكر الفات عمي انا عمي هنا اهل الخوان عيني كنا بصوت واحد ويا ابو
شوفون هذا الزلمة المسكين المكسور على ابنه. اسمع شي قل لي شي خاطب ابنه يقول له ابويا دليلون دليلون يا حسني دليلون 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 يا حسني دليلون 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 يا حسني دليلون 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 يا حسني نام نام بويا الولد 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 نام نام بويا الولد نام نام بويا الولد نام نام بويا الولد يقول أنا ربيته بويا مين تذكر من كنت أهز مهدك وأنا أغيك وقولن 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 يا اللي مدلل هلاميك هلاميك يا يا باي يا يا باي يا موي وقولن يا اللي مدلل هلاميك 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 هنا اللوعة احنا اللوعة واحنا الدمعة ابويا شقيل لربعك لو بعد يمرون يا ابويا يا يا با يا 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 با يا يا با عميان عميان على الزينين عيني شقيل لربعك يا با يا با يا ابويا يا الله الله انا بس اقول لك في قضيه واحده اذا عندك ابو اذا عندك ام خلي عينك عليهم دير بالك عليهم لا تقصر وياهم ترى بعدين من تفقد ابوك يلا تحس بيها يا ولد وهذا حال الام شوفوا من يفقد ابنه شي يصير بيه والله يا ناس قلبه مكسور عليه وحق الحسين بس هذا شرف كبير خلي عينك على ابوك طلبت هذه الابيات ان اقراها بحق الشهيد رحمه الله على روحه وطلبت من اصدقائك كذلك ان اقراها وانا خادما لكم وبهذا الدور الشجي طلبت مني ان اقراها حقيقه اصدقائي يقولون احنا ليله التشادر بالتشادر كانت تشادر وحشه من دون ابو علي لان انا قريت هنا تقريبا ثلاث مجالس اربع مجالس هو رحمه الله عليه احد المرات وصلني والأخوة الولد قال لي إلا أنا أوديكم إلا ما يتكلف من هاي القضية فهذا لسان حال إخوته ولسان حال أصدقائه ولسان حال أبوه أسألكم الدعاء وحشة شادر بليك يا زيان الكنت الكحل للناس والعين كنت تتلقى ربعانا لا ترحل يا خاي خليها بعدين وحشة شادر بلياك يا زين أعين 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 على القبر ما يرحل
مو وقت المدابر تعالوا لا تسافر لا ترحل يا خي خليها بعدين وحشة تشاذر بلياك يا زين. هاي لك ربعة شي يقولوا لاسمع عمارة الله عليك المشتاق لاسمع يقول لأخويا وحق كلمة هو اليوم مشتاق الله يساعد قلبك والله المشتاق لأخوك